تحول إلى ألمانيا، حيث من المتوقع أن يظل فرانك فالتر شتاينماير رئيسا لألمانيا بعد أن أعلنت أحزاب إشارة المرور الاشتراكي والخضر والليبرالي دعمهم لفترة ولاية ثانية للرئيس الحالي شتاينماير في الانتخابات التي ستجرى في فبراير المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع ومتابعة انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، انضم إلينا الآن من برلين الزميل عربي مرزوق، مراسل أكسترا نيوز في ألمانيا. عربي، بعد التحية، دعنا نتحدث عن الانتخابات التي من المتوقع أن تجرى في فبراير القادم، كيف هي الأجواء؟ جواء حزب الخضر هو آخر الأحزاب الثلاثة الحاكمة الآن في ألمانيا، حيث أعلن صباح اليوم عن دعمه لترشح الرئيس الألماني الحالي شتاينماير لفترة رئاسة جديدة ستبدأ من المفترض من بداية مارس من العام الجاري، بعد أن يتم انتخابه في نهاية شهر فبراير من نفس العام تحديدا. الحقيقة كان قبل أعياد الميلاد كان الحزب الليبرالي هو ثاني الألماني في فترة ولاية جديدة، وطبعا الحزب الاشتراكي هو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الألماني شتاينماير. وشتاينماير الحقيقة الرئيس الألماني الحالي كان قبل توليه رئاسة ألمانيا كان وزير خارجية ألمانيا، ومن قبل كان رئيس المستشارية أيام الرئيس مستشار ألمانيا السابق شرودر. حقيقة الحزب الاشتراكي هو من دفع بالرئيس الألماني الحالي، وشتاينماير تحديدا الرئيس الألماني كان قد أعلن من العام الماضي أنه يريد أن يتولى فترة رئاسة جديدة في ألمانيا. الأحزاب الثلاثة اتفقت صباح اليوم على دعم شتاينماير في الانتخابات التي ستجرى لشهر مقبل. وعملية الانتخاب في ألمانيا هي الرئيس الألماني تحديدا هي عملية معقدة إلى حد ما، حيث لا يختار الشعب الألماني الرئيس الألماني بشكل مباشر، ولكن هناك ما يسمى بالجمعية الاتحادية. الجمعية الاتحادية في ألمانيا هي جمعية مكونة من كل أعضاء البرلمان الألماني البوندستاغ وممثلين على الولايات الألمانية، يجتمعوا مرة واحدة كل 5 سنوات لاختيار الرئيس الألماني. بمعنى أن هذه الجمعية الاتحادية كل سلطاتها وعملها في ألمانيا هو اختيار الرئيس الألماني فقط، وعندما تجتمع الأحزاب الحاكمة في ألمانيا على شخص واحد بالطبع تقوم الجمعية الاتحادية المكونة من هذه الأحزاب بأغلبية كبيرة بإعطاء الأصوات للشخص الحالي وهو الرئيس الألماني المفروض سيتولى الرئاسة رئيس ألمانيا في دورة جديدة هو رئيس الألماني الحالي شتاينماير. الحقيقة شتاينماير هو سياسي كبير مشهور في ألمانيا يحظى على احترام كبير جدا من كل السياسيين في ألمانيا بشكل عام. نعم عربي، إذا نتحول إلى النقطة الثانية وهي النقطة المعتادة، العالم كله بالتأكيد دائما ما يتحدث عنها، كورونا. كيف الأحوال المتعلقة بكورونا في ألمانيا، وخاصة أن أوروبا تعيش في حالة من القلق الشديد نتيجة الانتشار أوميكرون، لكن البعض يقول أن ربما ألمانيا تكون مختلفة إلى حد ما عن بقية الدول الأوروبية، ضعنا في المشهد عندك. الحقيقة دواء هذا الأمر تحديدا مختلف عليه، لأن المعلومات أو التقرير التي خرجت خلال الأيام القليلة الماضية أن متحور أوميكرون تحديدا لم ينتشر في ألمانيا بنفس الدرجة في بريطانيا أو حتى فرنسا أو بعض الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. السبب الحقيقي مختلف عليه هنا في ألمانيا من وجهة نظر، وهي المفاجأة الحقيقة من وجهة نظر وزير الصحة الاتحادي الدكتور لوتر باخ، أن السبب الرئيسي هو أن خلال الأسابيع القليلة الماضية كانوا كل موظفي مكاتب الصحة في ألمانيا بسبب أعياد الميلاد في أجازة، لذلك لم تصل معظم الاختبارات والفحوصات التي تمت لعدد كبير جدا من المشتبه إصابتهم إلى وزارة الصحة الألمانية، لذلك لم يتم الإعلان عن عدد كبير من مصابي أوميكرون. خبراء صحة آخرون يقولون أن ما هي إلا مسألة وقت قبل أن يكون المتحور أوميكرون هو السائد في ألمانيا، لأن نسبة الإصابات اليومية منها 17% فقط هي بمتحور أوميكرون في ألمانيا، وهي نسبة ضئيلة إلى جانب فرنسا وبريطانيا وبعض العواصم الأوروبية الأخرى. ما هي إلا مسألة وقت قبل الانتشار في ألمانيا، ولكن حسب وزير الصحة ربما بالفعل أوميكرون في ألمانيا قد تخطى 70-80% من نسبة الإصابات اليومية، ولكن ما هي إلا مسألة وقت قبل أن يتم الإعلان عن ذلك. ولكن قبل أن ننتهي الحقيقة من أزمة أوميكرون في ألمانيا أو في العالم، خرج علينا معهد روبرت كوخ هنا في ألمانيا بالمعلومات التي وصلته من معاهد الصحة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي وصلتها معلومات من جنوب فرنسا بأن هناك متحور جديد ظهر في جنوب فرنسا لشخص أتى من الكاميرون، دخل إلى فرنسا إلى جنوب فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية وقام بنشر متحور جديد وقام بعدوى 12 شخص في الجنوب الفرنسي تحديدا، هو متحور غير معروف حتى الآن، والحقيقة هو يحمل طفرات أكثر من طفرات الموجودة على متحور أوميكرون. الطفرات الموجودة على متحور أوميكرون 37 طفرة على سطح فيروس متحور أوميكرون، ولكن المتحور الجديد لديه 46 طفرة داخل هذا المتحور. حقيقة الموضوع جديد تم الإعلان عنه صباح اليوم في وسائل الإعلام مرة أخرى. الأرقام عربي تقول أن المتحور الجديد 46 طفرة وأوميكرون عدد الطفرات،
37 طفره موجوده داخل متحول اوميكرون، وهي الطفرات الموجوده داخل 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 المتحورات الجديده، لذلك هو جديد تماما. تم الاعلان عنه صباح اليوم، المعلومات وصلت من جنوب فرنسا الى مركز الطوارئ الصحيه في الاتحاد الاوروبي وبالتالي الى معهد روبرت كوخ الذي اعلن اليوم عن هذا الامر. طيب، والجديد في الاجراءات طالما انا اوميكرون او كورونا بشكل عام، كورونا ومتحوراتها هي مستمره مع العالم بشكل واضح، يعني لا نعلم الى متى ستستمر، لكن من الواضح أنها باقية على الأقل في هذه الفترة. إذن الإجراءات الجديدة المتبعة في ألمانيا، هل هناك إجراءات جديدة تخوفا من انتشار أوميكرون أو السلالة الجديدة التي نتحدث عنها الآن؟